الآن مشاهدينا، طالب أصحاب مستودعات بيع مواد البناء السلطات الوصية بإيجاد حلول وبدائل لممارسة نشاطهم بعد أن أعطتهم مهلة 10 أيام لإبعاد نشاطهم عن المناطق الحضرية والفلاحية والطرق السريعة والمطارات. تفاصيل الموضوع مع هشام شريف. 10 أيام هي المهلة التي منحتها مصالح مديرية التجارة بالعاصمة لأصحاب نقاط بيع مواد البناء بالجملة والتجزئة لإبعاد نشاطهم عن المناطق العمرانية الحضرية المناطق الفلاحية والغابية، وهو الأمر الذي انتفض له أصحاب مستودعات مواد البناء. وين نروحوا دوك نخدموا على بالك؟ ما كانش كي يقلق لي ماتريول الشعب هذا ولا حنا ولا أي إنسان عنده ولاد وين يروح؟ ما كانش الحال تاعها. في عونا دوك كاين بارك فيه 5 6 خدامين التالي عنده 4 عيال، وين يروح؟ صباح في 20 مارس نبلع لهم بعد وين يراه. حنا لازم يكون عندنا بديل مستعدين، ما كان حتى مشكل مع الدوله تاعنا ومع سيد الوالي، ما عندناش مشكل. وشنو حنا رانا طالبين البديل على مستوى 900 تاجر في الولايه دالجي. قرار وصفه هؤلاء بالغير المدروس، متسائلين عن البديل الذي يضمن مزاوله نشاطهم وضمان قوت العديد من عائلات العمال. نحن نريد التنظيم، ولكن اعطاء الحلول البديله، اعطاء بديل لهذا التجار قبل تنفيذ القرار، هذه النقطة الأولى. ثانيا، المطالبة بترسيم لجنة مشتركة بين مديرية التجارة بين ممثلي التجار لمناقشة الوضع والوصول إلى حلول بديلة. مديرية التجارة للعاصمة اعتبرت أن التعليم تخص أصحاب المستودعات الغير مرخصة. الذين شملهم هذا القرار أو يمسهم القرار أن يتوجهوا إلى السادة الولاة المنتدبين على مستوى كل مقاطعة إدارية تابعين لها. القرار يحث على أن الولي السيد الولي المنتدب هو من يأخذ بعين الاعتبار تسوية وضعيتهم أو تحديد أماكن أو مناطق لمثل هذه النشاطات. نشاط بيع مواد البناء بالتجزئة والجملة بالمناطق العمرانية والحضرية يحتاج إلى إعادة النظر لتنظيمه، شريطة إيجاد بدائل تضمن قوت من يسترزق منهم.